السلام عليكم. موعد مباراة فريق الوداد الرياضي المغربي وفريق بترو أتلتيكو الأنغولي القديمة في الجولة الرابعة من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا 2023، والقنوات الناقلة للمباراة. يحتل فريق الوداد الرياضي المغربي المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحتل فريق بترو أتلتيكو الأنغولي المركز الثاني برصيد 4 نقاط. وسيستقبل بترو أتلتيكو الوداد الرياضي في الجولة الرابعة من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 11 مارس 2023 على ملعب 11 نوفمبر في حدود الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. ومن المرتقب أن يتم نقل هذا اللقاء على قناة بي إن سبورتس HD4.